بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اللي فاتت شرحنا مع بعض الموديلنج بتاع الكرسي والديزاين ده، وشرحنا ازاي تفاصيله وازاي نقدر نعمله بكل تفاصيله. المحاضرة دي هنشرح مع بعض الترابيزة، التيبل دي. الترابيزة دي ليها درس موجود على كنا منزلينه على اليوتيوب، مشروح بطريقة في الموديلنج بتاعه. هنشرح النهاردة في الدرس بتاع النهاردة هنشرح طريقة تانية مختلفة عن الطريقة اللي احنا شرحناها في اليوتيوب، بحيث ان انت يكون عندك اكتر من طريقة، وان انت تقدر تشغل دماغك في نفس الديزاين باكتر من ايه، من طريقة مختلفة. يعني طبعا اي موديل بيتعمل في الماكس انت ممكن تعمله باكتر من طريقة، ما بيبقاش ليه طريقة واحدة. فانت لازم تبقى عندك ادوات الماكس كويسة، لازم تكون عارف كل الادوات بحيث ان انت تقدر توصل لنفس النتيجة بايه، باكتر من طريقة مختلفة. طيب تعالوا بقى نفتح الماكس كده، ده الكورس اللي عملناه المرة اللي فاتت. خلاص هنبدأ نخش بقى على الترابيزة دي. الترابيزة دي لما جينا في درس بتاع اليوتيوب كنا المفروض ان احنا عايزين نوصل زي ما اتفقنا في الكرسي، اهم حاجة في الديزاين ان انت توصل للايه، للفورم الاساسي بتاع الكتلة بتاعك، وبعد كده تبدأ تشكل فيها. يعني ايه الكرسي ده؟ هل هو كان الشكل الاساسي بتاعه كان كده؟ لا، الشكل الاساسي بتاعه كان عبارة عن زي ده كده، بوكس اهو زي ده كده، مجرد بوكس، وطرحت منه التو فيسز بتاعه وبدات ان انا اشكل فيه كده وبدات اشتغل عليه، صح؟ ده الفورم الاساسي بتاع الكرسي. نفس الكلام الترابيزه دي، الفورم الاساسي بتاعها ايه؟ هو ده، حاجه اسطوانيه، مجرد سلندر، والسلندر دي كبيره من فوق وصغيره من تحت، وفي النص ايه، كيرف. طيب ازاي انا اعمل الكلام ده؟ في الطريقه اللي على اليوتيوب اللي شرحناها، لو جينا كده خدنا دولك كده ايزوليت وبعدنا بدي كده، دي الطريقة اللي احنا شرحناها على اليوتيوب، اللي انت بكل بساطة تقدر ترسم لاين. لو جينا كده بصينا على اللاين، ادي لاين اهو، تمام، لاين، مجرد لاين، نقطة كده ونقطة كده ونقطة في النص ونقطتين من تحت، وتمسك النقطة دي تعمل لها سموز وتبدأ تتحكم في شكل الكيرف بتاعك، وبعد كده تقوم عامل ايه، مديله موديفاير ليس، فيبدأ ان هو يلف لك الشكل بتاعك. وطبعا في ليس تقدر ان انت تمسك النقط، بترجع تاني على اللاين بتاعك، تمسك النقط بتاعتك وتقوم عامل اند شو اند ريزلت، عشان تبقى شايف النتيجه وانت بتعدل في اللاين بتاعك، وتبدا ان انت تفتح الشكل بتاعك وتعدل في النقط بتاعتك براحتك. ممكن تطلع النقطه دي فوق تنزلها لتحت كده، تبدا تعدل في الشكل بتاعك، تقف في الفرونت ممكن تمسك النقطه دي وتعدل في شكل الكيرف بتاعك وانت ايه، الشكل بتاعك معمول، تمام كده. طيب وبعد كده بدأنا نشتغل ايه على بقية الخطوات عادي طبيعي زي ما ايه اتعلمنا في الكرسي المرة اللي فاتت، وبدأنا نخش في التفاصيل بتاعته. طيب النهاردة هنشرح طريقة مختلفة غير ليس. لو انا عايز ابدأ اوصل لنفس الفورم ده بتاع الشكل ده من غير ليس، الطريقة التانية ان انا ممكن بكل بساطة نرسم سلندر صغيرة كده ونرفعها بالارتفاع اللي احنا عايزينه. طبعا انا هنا مش بشتغل بمقاسات، انا بشتغل لك بس الفكرة، وانت بعد كده بتطبقها بنفس المقاسات اللي انت بقى عايزها او هتكون معاك في المشروع بتاعك، تمام. تعالوا نوطي الارتفاع شوية، خليه مثلا 80، تمام كده. طيب انا كده عندي سلندر، السلندر دي المفروض ان انا احولها للشكل ده ازاي؟ ان هي تبقى كبيرة من فوق وصغيرة من تحت وبالنص كيرف. عندي موديفاير اسمه تيبر، حرف تي، مجرد ما تدوس عليه هيقول لك هنا في الاماونت، مجرد ما اكبر الاماونت تلاقي ايه، بيكبر الفيس اللي من فوق زي ما انت شايف كده، والايه، والفيس اللي من تحت بيبقى صغير. طيب اللي بينهم ده خط لينير، عايزه يبقى كيرف، هتيجي هنا عند كيرف وايه، لو كبرت الرقم بيعمل الكيرف لبره، لو صغرت الرقم بيبدا ايه، طبعا هو هنا صغره قوي، تعال نرجع صفر، نبدا ان احنا نصغره كده بحيث ان هو ايه، يعمل الكيرف ايه لجوه. طيب مثلا كده كويس، كلام جميل، تمام. فانت يا اما توصل للشكل ده عن طريق الترابيزه كده، يا اما عن طريق يعني السلندر، يا اما عن طريق ايه، الليس. الطريقه اللي تناسبك او تناسب الديزاين بتاعك اعمله. طيب ممكن بعد كده التيبر ده ممكن امسكه، ادوس عليه، امسك الجزمه ونبدا ننزله كده لتحت شويه، وارد تبقى عايز الترابيزه بتاعك شكلها عامل كده، او عايز تطلعه لفوق تغير في الشكل بتاعك من الجزمه، تمام، اللي انت عايزه تقدر تعمله من خلال الجزمه. طيب هنفترض ان هو ده الشكل بتاعي، خلاص بعد كده هنبدا نمسك، تعال ندوس اف 4 عشان نبقى شايفين شكل الترابيزه بتاعتنا. هنبدا اللي انا عايز ده، طبعا
لازم اتاكد ان الشكل ده عدد الوحدات دي او عدد السيجمنت ده يكون ايه زوجي. لو جينا هنا ده اللي هو ايه السايدز بتاعنا، هنعمله هنا 18 تمام، وهعرفك ليه دلوقتي خليه زوجي ما يبقاش فردي، هتعرف دلوقتي. وبعد كده طبعا لما تيجي ترسم السلندر تلاقي الرقم ده قليل، تلاقيه مثلا كده، فتلاقي السلندر بتاعتك مكسرة، فتضطر ان انت ايه تزود الرقم ده. طبعا الرقم ده مثلا انا هخليه 20، تحاول بقدر الامكان ان انت تزوده لحد ما تلاقي الكيرف بتاعك بقى كيرف ما بقاش مكسر، علشان خاطر ما تزودش في السيجمنت اكتر من كده، لان انت بعد كده السيجمنت دي بعد كده اللي هتتحول للشكل الباترن دي. فانت لو عايز الباترن دي تبقى حجمها مثلا كبير ويبقى واضح، فانت المفروض تخلي السيجمنت هنا ما تبقاش كتير، عشان ما يبقاش العدد بتاعهم صغير، الحجم بتاعهم يعني صغير فعددهم يبقى كبير. فانت لازم تكون ايه شغال بنسب ايه مظبوطه كده تمام، وتخلي بالك من كل حاجه وانت بتعملها في الديزاين بتاعك. طيب بعد ما ظبطت كل حاجه، ظبطت السيجمنت وخليت العدد ده زوجي وظبطت التيبر والمقاس بتاعي مظبوط، عايز بقى اشوف الترابيزه دي كيرف، فنبدا نحط الموديفاير بتاعنا اللي هو ايه تربو سموز. طيب بعد ما عملناه تربو سموز اتفقنا هنخلي الاتريشن مثلا بتاعه 3 وندوس اف 4. طيب الترابيزه كلها بقت سموز معايا طبيعي، لان انا حاطط لها تربو سموز. طيب هل انا عايز كده؟ لا. لو جينا بصينا على الترابيزه بتاعتنا هتلاقي في اجزاء فيها سموز مع بعض واجزاء لا تمام، في فصل بين الايه بين الموديل نفسه في السموز. فعشان نعمل كده اتفقنا نشتغل بايه، تعالوا نمسح ده، هنشتغل بالسموزنج جروب. فلازم اخش على التربو سموز وافعل السموزنج ايه جروب اهو. مجرد ما فعلها تلاقي الشكل بتاعك رجع ايه لينير تاني، ما بقاش فيه ايه سموز بين اللي فوق واللي في النص واللي تحت. طيب ندخل بقى ايه، طبعا قبل ما احط التربو سموز احنا محتاجين نمسك البوليجون وندي الاي دي والسموزنج جروب والكلام ده كله. الكلام ده كله احطه فين؟ يبقى انا لازم قبل ما احط التربو سموز احط موديفاير ايديت بولي، ما احولش الشكل ده لايديت بولي، عشان لو حبيت ارجع تاني للسلندر او للتيبر اعدل عليهم ما يبقاش انا ضيعتهم من ايديا. يبقى انت ما تمسكش كليك يمين كده وتحول ايه ايديت بولي، لا ادي موديفاير ايديت بولي تمام كده، وبعد كده ادي التربو سموز ونخلي ايه سموزنج جروب، وبعد كده نرجع للايديت بولي بتاعنا ونمسك البوليجون ونقف كده. طبعا نعمل نشيل الاند شو عشان نشوف السيجمنت بتاعتنا قبل السموز، ونبدا بقى نتحكم في الشكل بتاعنا. هنعمل ايه عشان نعمل الاجزاء اللي طالعه دي؟ زي ما انتم شايفين هو واخدين هنا فيسز معينه وشدينها لفوق، مجرد ان احنا محركينها موف لفوق عشان تبرز كده. طيب تعالوا نعمل الكلام ده، هنمسك واحد وبنسيب اثنين، بعد كده نمسك واحد ونسيب اثنين، ونمسك واحد ونسيب اثنين. طب هو ده شرط؟ لا، هو الديزاين ده معمول كده، فانت هنا بتشكل في الديزاين بتاعك. يعني انت في واحد والله ممكن مثلا يمسك اللي جوه دولت ويسيب اللي بره تمام، يعني يمسك كده يسيب اثنين كده واثنين كده كده مثلا ويرفع هما دولت، ده الديزاين بتاعه مثلا، تبقى الترابيزه شكلها عامل كده تمام. ده الديزاين بتاعك، انا الديزاين اللي انا كنت عامله كان كده، كان واخد لا واخدهم كلهم كده. فهنا ده اختلاف في ديزاين بس، انا بفهمك بس الطريقه. طيب لو جينا هنا خدنا واحده وسيبنا اتنين وهكذا لحد الاخر، هتلاقيهم متساويين مظبوط، العدد مظبوط، كل واحده فعلا بين كل واحده وواحده في اتنين. ده علشان هنا واخد ايه؟ واخد عدد زوجي. لو انت كنت خليت ال 18 اللي هي في السلندر اللي هي كانت السايدز 16 قصدي 17 19، هتلاقي في واحده منهم ايه؟ ناقصه واحده، فساعتها الديزاين بتاعك مش هيبقى مظبوط، فترجع ان انت ايه؟ تعدلها تاني وتخلي السايدز ايه زوجي. طيب بعد ما علمنا عليهم تبدا اللي انت تمسكهم كده موف لفوق، كلام جميل. طيب تعالوا بعد ما عملنا موف لفوق تعالوا نقفل الايديت بولي ونرجع نعمل اند شو ونشوف النتيجه اللي ظهرت ايه اللي حصل. زي ما انتم شايفين كده كل اللي فوق ده سموز مع بعضه، واللي تحت والكيرف ده كله سموز مع بعضه، واللي تحت دي سموز مع نفسها. ليه؟ لان احنا عملنا ايه سموزنج جروب. طيب تعالوا بقى ندخل كده ونبدا نشوف ايه اللي هيبقى مع سموز مع بعضه وايه اللي مش هيبقى سموز مع بعضه. نمسك كده، احنا محتاجين ايه هنا؟ لو جينا بصينا هنلاقي ان ده مع اللي جنبه، يعني ده كده مع ده، دولت هنا معمولين سموز مع بعض تمام، لكن هنا مفيش، لا ده سموز مع بعضه وده سموز مع بعضه. يعني المربع الشكلين التو سايدز اللي في النص كانوا سموز هنا مع بعضهم،
واللي لوحدهم كل واحد فيهم سموز لوحده، فانا المفروض افصل بينهم. طيب كلام جميل، لو جينا هنا هنعلم عليهم كلهم، لان انت لو جيت علمت عليهم كلهم ونزلت هتلاقي ايه كل الشكل واخد ايه رقم واحد واخد رقم اربعة، في حاجات واخدة رقم واحد وفي حاجات واخدة رقم اربعة. طيب انا عايز ايه؟ عايز ارجعهم كلهم ما يبقاش واخدين حاجة، ونرجع بقى الشكل يبقى على نظيف، وابدأ انا ايه اللي حدد مين يبقى مع مين. فنعمل ايه؟ اتفقنا نعمل ايه؟ نعلم على كل البوليجونز وندخل هنا نقول له ايه كلير اول، فتلاقي كله بقى سموز مع بعضه، مفيش حاجة واخدة ايه حاجة، مفيش حاجة مفصولة عن حاجة. ونبدأ احنا نحدد بقى، فنيجي هنا نمسك ندوس طبعا نشيل الاند شو عشان نبقى شايفين الفيزز بتاعتنا، وندوس اف 4 ونيجي بقى نقول له مثلا عايز ده وده وده دولك كده. تعالوا كده نشوفهم هنا، نشيل السموز ده، هو انا عايز ايه ده مع ده مع اللي تحت ده يبقوا سموز مع بعض، واللي في النص دولت مفصولين عنهم. طيب تعالوا نمسك هنا، هنيجي نمسك البوليجون هنقول له ايه، هنقول له ده مع ده مع ده مع اول واحد من هنا مالهم سموز مع بعض مفصولين عن الباقي. طيب انا هعمل ايه في الاول؟ الاحسن اللي في الاول انت تمسك الشكل كله كده وتقول له انا هدي الشكل كله رقم واحد، شكل كله هياخد رقم واحد. تمام، وبعد كده هقول له بقى امسك لي دولت واللي زيهم، انا عايز امسك اللي زيهم وادي لهم رقم تاني مختلف، صح كده؟ عشان يبقوا سموز لوحدهم مختلف عن بقيه الشكل. طيب في هنا طريقه انا قلت عليها قبل كده، لو انا مسكت دولت وعايز اعلم على اللي شبههم، بدل ما اقعد اعمل كده بكنترول واعلم على شبههم، لا، في هنا حاجه تخليني امسك كل اللي زي دولت بالظبط في بقيه الشكل. قلنا نيجي هنا نفتح السهم ده، السهم ده كده بيبقى طالع لفوق، ندوس عليه تمام نفتحه، وبعد كده نيجي هنا في موديفاي سيلكشن، هنلاقي في هنا حاجه اسمها سيميلر، مجرد ما تدوس عليها بيعمل ايه؟ بيمسك لك الفيز دي ويشوف اللي شبهها ويعلم عليها. طب هو ليه علم على دولت؟ عشان انت معلم على الفيز ده وكل الفيز دولت شبه بعضهم، فعشان كده جابهم لك. فانت بكل بساطه تقف في التوب وتلغي بس بالت اللي في النص دولت بس، تمام كده. طيب يبقى هو انت كده علمت على ايه؟ على كل اللي شبه بعض. كل بقى اللي انت معلم عليهم دولت عايزهم يبقوا سموز لوحدهم، مالهمش علاقه بايه؟ ببقيه الشكل. فنعمل الكلام ده ازاي؟ احنا اتفقنا شكل كله واخد رقم واحد، هندي لدولت رقم اتنين. هل كده لو انا عملت شو اند ريزلت هيبقى فعلا مفصولين؟ لا، اهو كلهم برضو سموز مع بعض. ليه؟ لان انت اديت لهم رقم اتنين وهم لسه واخدين رقم واحد، فبسبب ان هم واخدين رقم واحد هم سموز مع رقم واحد اللي هم بقيه الشكل، فانت لازم تشيل رقم واحد ده، تدوس عليه كده تطفيه. فمجرد ما تطفيه بص لما بعلم عليه بتلاقي سموز مع بعض. تعالوا نقرب كده، مجرد ما افصل رقم واحد تلاقي بص فصلهم عنهم. طيب تعالوا نعمل كده ونشوف اهو ايه اللي حصل. زي ما انتم شايفين بص محدد الشكل بتاعك اهو، كل اللي انت كنت معلم عليهم محددهم اهو كده بخط وفاصلهم عن ايه اللي باقي. طيب كلام جميل لحد هنا تمام. بعد كده عايزين نعمل بقى الشكل ده. ايه الشكل ده؟ طبعا عايزين نخلي الشكل اللي في النص اللي هو الكيرف ده كله يبقى بالباترن دي، فعايزين نفصله ونبدا نعمل عليه الباترن. طيب كلام جميل. ايه تاني؟ هنا الترابيزه انت عايز نهايتها تبقى مش كيرف كده يعني تبقى عاديه، ولا عايز نهايتها تبقى كيرف كده على حسب الديزاين. طب افرض انا انت هنا عشان كل ده سموز مع بعضه فانت مديهم ايه رقم واحد. طب افرض انا كنت عايز اللي تحت ده يبقى مش سموز كده. نرجع تاني ونمسك كل اللي من تحت ده، ممكن نقف الفرونت كده ونعلم على كل اللي تحت دولك كده ونشيل ده دولك كده ونقول له اديهم لي رقم مختلف، نشيل رقم واحد ده اصلا من عليه ونديله مثلا ايه رقم ثلاثة، ونيجي نعمل شو. فايه اللي حصل؟ رجعت بقت ايه زي ما انتم شايفين كده، بقت من تحت ايه الترابيزه عاديه، ما بقتش كيرف، بقت لينير من هنا. فانت براحتك تمام. طيب ممكن خلاص فهمتوا الطريقه، تعالوا نرجعها نخليها زي ما هي تاني. طيب تعالوا بقى نقف كده في الفرونت ونشوف عايزين نعمل ايه. عايزين نفصل الجزء اللي في النص ده عشان نبدا نخلي الباترن بتاعه مختلف. فنعمل الكلام ده ازاي؟ زي ما عملناه في الكرسي. تعالوا نمسك الايديت بولي ونشيل الشو اند ريزلت وندوس اف 4 ونمسك بقى ايه، نمسك الجزء اللي في النص ده ونسيب اول صف ونسيب اخر صف. ليه؟ علشان خاطر الشكل ده يلحم في الشكل ده، ما يبقاش حاجه فيهم بايظه زي هنا كده. تلاقي انت الشكل ده يعني، تعالوا كده نمسك الشكل ده نرجعه تاني سموث
تلاقي الشكل ده لحم في الشكل ده كده من هنا، ما يبقاش فيه مشاكل، تمام؟ عشان بس تبعد عن الاطراف يعني، لان ده هيبقى شكل باترن، ده شكل باترن تاني مختلف. هنرجع تاني هنا ونمسك الفيسز دي، اتفقنا كده؟ ونسيب اول صف واخر صف، وتعالوا نعمل لهم ايه؟ ديتاتش. كلام جميل. وبعد كده هنمسك بقى ده ونقول له ايه؟ عايزين نخلي السيجمنت بتاعته 45، مش عايزينها تبقى عدله كده. نعمل ايه؟ هنيجي هنا في موديلنج، في بوليجون موديلنج، وندوس عليها ونعمل جنريت ايه؟ توبولوجي. اتفقنا الجنريت توبولوجي دي فيها باترن، تشكيلات باترن جاهزه. هندوس هنا على ايه؟ 45، هتلاقيه قلبها لك اهو. تمام. بعد كده ممكن بقى ناخد ده وناخد منه نسخه عشان لو غلطنا في حاجه نرجع يبقى معانا النسخه دي. نيجي بقى للشكل الاساسي بتاعنا، وبعد كده نعمل ايه؟ ندخل على الايديت بولي بتاعه، وعايزين بقى نربطه بالشكل ده تاني، نعمل له اتاتش ونعلم عليه كده. ربطناه تاني بس بعد ما غيرنا السيجمنت بتاعته. هل كده خلاص؟ لا، احنا اتفقنا لو مسكنا الفيرتكس زي ما عملنا في الكرسي ومسكنا النقطه دي وحركناها هتلاقيهم مفصولين عن بعض، لان انت عملت اتاتش بعد ما فصلتهم، فلازم النقط دي تتعمل لها ايه؟ ويلد تاني. فنعمل كنترول ايه ونعمل ويلد، فلما نمسك النقطه دي ونحركها كده تلاقيهم لحموا في بعض تاني. كلام جميل. في بقى حاجه احنا ما خدناش بالنا منها، تعالوا نبص عليها كده. لو جينا دوسنا اف 4، لو بصينا هنا على الترابيزه دي والترابيزه دي هتلاقي في ايه؟ الجزء اللي في النص ده داخل لجوه، واللي على الاطراف دولت زي ما هم بره، لكن هنا كلهم زي بعض. فانت عايز الجزء اللي في النص ده يخش جوه، ازاي نعمله؟ تعالوا نمسك الايديت بولي ونمسك الفيرتكس وندوس اف 4 كده. هنمسك النقطه دي، احنا عايزين الجزء ده يخش جوه، صح كده؟ طيب انت محتاج النقط اللي زي دي كلها تخش لجوه، تخش تمشي كده لجوه. طيب الكلام ده انا اعمله ازاي؟ هنمسك النقط كلها. طيب هل انا بقى همسك النقطه دي واقعد امسك النقطه دي واقعد الف على شكل وامسكهم؟ لا، احنا اتفقنا بنمسك نقطه واحده، وباجي هنا في موديفاي سيلكشن بعد ما بفتح السهم ده واقول له امسك لي السيميلر اللي زيها، فتلاقي معلم لك على كل النقط اللي زيها. طبعا عشان النقط اللي في النص دي شبههم، او تعالى مثلا نعلم عليها تاني ونقول له سيميلر، بيعلم لك على كل اللي زيها، فعشان هو شايف ان النقط دي زي النقط دي فبيبدا يعلم لك عليهم. ممكن نمسك بقى اف 3 ونقف في التوب ونشيل اللي في النص دول مش عايزينهم، تمام كده؟ يبقى انا كده مسكت ايه؟ كل اللي على الاطراف. وبعد كده نعمل سكيل ونعمل ايه؟ نسكلهم كده لبره؟ لا، احنا عايزين نسكلهم ايه؟ لجوه كده، يدخلوا ايه؟ لجوه، تمام كده؟ طيب تعالوا واحنا معلمين عليهم كده ونعمل شو اند ريزلت ونشوف النتيجه. اه فعلا دخلوا لجوه. بص لو دوس كنترول زد كانوا كده لبره. طب تعالوا بقى ندخلهم تاني لجوه اهو كده، ونبقى شايفين كده السموز واحنا شغالين. تمام كده النتيجه كويسه. تمام خلاص نقفل بقى الايديت بولي. تمام كده خلاص ندوس كاف 4. اه كده الدنيا ظبطت، بقت دي زي دي. تمام. طيب دخلت اهي لجوه. طيب ايه بقى اللي ناقص كده؟ ناقص كده اللي انا اعمل ايه؟ شكل الباترن اللي هنا اللي هو اللي في النص دي. تعال نقف هنا وننزل الايديت بولي ونشيل شو اند ريزلت. محتاجين نعمل الباترن اللي هنا بقى، اللي هي اللي هنا. نعملها ازاي؟ خلاص بقى نمسك السيجمنت الايدج بتاعتنا ونقف كده في الفرونت ونعلم عليهم. نيجي هنا كده ونعلم على السيجمنت دي كلها، بس طبعا ما تعلمش على الخط الاخير ده ولا تعلم على الخط ده، احنا بناخد اللي ايه؟ الخطوط اللي في النص بس اللي هي ال 45. وبعد كده نعمل ايه؟ نعمل لهم اكسترود. تعالوا برضو كاحتياطي ناخد من الشكل ده الترابيزه دي نسخه. اتعود دايما وانت شغال لسه على الديزاين وممكن تعدل وتعمل حاجات تانية، تعود دايما تاخد نسخ عشان لو حاجه باظت منك تقدر ايه؟ ترجع للشكل الاساسي بتاعك. وبعد ما تخلص لو عايز بقى تمسحهم يبقى امسحهم براحتك. هنيجي نمسك الايدجز تاني ونعمل بقى ايه؟ نيجي نعمل اكسترود. ندخل القيمه شويه لجوه ونفتح هنا شويه ونقول له قبل ما ندوس اوكي اتفقنا نشوف على السموز، نفعل الشو اند ريزلت بتاع التربو سموز عشان نشوف حلو ولا لا. طيب كلام جميل. تعالوا نعمل كده، دخله لجوه ونعمل كده، ندخله شويه كده وبعد كده ايه؟ ندوس اوكي. طب هو ليه عامل دوائر كده؟ هتلاقي مش قاري ان ده كله سموز واحد، او ممكن تكون مهنجه عادي. فتعالوا كده ندوس اوكي. تمام. وبعد كده تعالوا نشيل الاند ريزلت ونقف كده في الفرونت ونقول له كنترول
طبعا بص بقى، لو جينا هنا عملنا علمنا على البوليجون، فالبوليجون اللي بره اللي هي الاساسيه دي لو جينا كده مسكنا هنا هتلاقيهم واخدين رقم مع بعض واحد. طب هو ليه ما عملش سموز؟ لان انت لما عملت الايدج اكسترود عمل لك فيسز جديده في الجنب. يعني الفيسز الاساسيه اللي هي بصوا بص عشان تبقوا فاهمين بس، هو ليه هنا عمل دي دواير؟ لو جينا هنا للشكل ده تمام، في الاول هم كانوا عباره عن ايه، فيسز كده صح؟ الفيسز دي كلها وانت معلم عليها اهو المفروض هم سموز مع بعض صح كده. لو جيت كده بصيت هتلاقيهم فعلا واخدين رقم واحد، بس انت لما عملت للايدج ده اكسترود فعمل لك فيسز جديده اللي هي فين بقى، اللي هي بين الفيسز دي اللي هي دي بقى. تعالوا نمسك هنا الايديت بولي ونبص هنا، لازم تبقى فاهم الحاجه عشان تبقى عارف كل حاجه بيحصل فيها ايه. دي الفيس الاصلي اهو، لما مسكت الايدج اللي في النص اللي بينهم اللي هو ده الايدج ده ودخلته لجوه عمل لك فيس من الجنب جديد وفيس من هنا جنب جديد بين الفيسز الاصليه. فالفيسز الاصليه دي واخده ايه؟ واخده رقم واحد صح؟ كلهم واخدين رقم واحد، بس في بينهم فيسز مش واخده حاجه. فعشان كده لما بتعمل اند شو بتلاقي ايه؟ بتلاقي الفيسز الاصليه دي واخده رقم واحد، هم سموز بس مش مع بعض لان الفيسز اللي بينهم مش واخده نفس الرقم واحد، فعشان كده بتسيحين كلهم على بعض. طب حلها ايه؟ بس مفيش مشكله، تقف كده في الفرونت ونعلم، نشيل الاند شو كده ونعلم على الفيسز دي كلها. طبعا نلغي اللي من تحت واللي من فوق ده، نعلم على الفيسز بقى كلها ونقول له ايه، ادهم لي كلهم رقم واحد اللي في النص واللي في الجنب. فلما نعمل كده تلاقي الشكل بتاعك ايه، ظبط زي ما انت عايز. تمام كده تلاقي الشكل ظبط معاك. ليه؟ لان خلاص بقى انت سيحتهم كلهم على بعض، الواحد اللي الفيسز الاصليه والفيسز ايه اللي بينهم. تمام كده، فتلاقي الترابيزه اهي كده زي ما انت شايف سايحه كده من تحت اهي. عايز تعدلها من تحت زي ما قلت لك، تمسك الفيس اللي من تحت في القاعده وتدي له اي دي تاني مختلف. تمام كده. طيب ممكن حد بقى يعوز يشكل اكتر يقول لك لا بص دوس اف 4، يقول لك لا انا عايز افصل ده عن ده. يعني ايه؟ واحد يقول لك لا بص انا الحته دي حاسسها داخله كده، لا انا عايز ده يبعد شويه، انا عايز مثلا ايه يجي لحد هنا كده ويقف وده يبقى ملوش دعوه بيه. فنعمل ايه؟ نيجي هنا، هو ده كان واخد كام؟ اللي هم الشكل ده كنا مدينه كام؟ رقم 2. فنيجي ده نقول له لا شيل منه رقم 2، ونيجي لدولت واخدين رقم 1، فنقول له ده مثلا ادي له رقم 1 معاهم. فنبقى ايه؟ لحمنا الفيس ده مع ايه؟ مع الباترن. فالباترن تبقى سايحه كده معاه زي ايه؟ زي تحت كده، شايفين تحت؟ الباترن دي سايحه مع الفيس ده، لان هما واخدين ايه؟ ده واخد واحد وده واخد واحد، صح؟ لو ده جيت اديت له لا شلت من واحد منه، بص هتبقى عامله ازاي؟ هيبقى مفصول عنهم. هتلاقي في خط كده بين الباترن وايه؟ والفيس بتاعك، تمام؟ على حسب بقى التشكيل بتاعك، والله ممكن واحد يمسك واحد ويسيب واحد كده ويقوم عامل كده، ويشيل من عليهم الواحد، يبقى ده الديزاين بتاعه. انت فاهمني؟ محدش يقول لك حاجة، انت فاهمني؟ ده الديزاين بتاعك. لا اعلم عليهم كلهم ونديهم واحد تاني. طيب نيجي هنا فوق، واحد والله يبص يقول لك لا بص الدخلة دي مش عجباني بين الباترن وبين اللي فوق ده، انا عايز لا مش عايز كده، واحد تاني يقول لك لا عجباني، تمام؟ فانت يا تختار كده يا تختار كده، وفي واحد تالت يقول لك لا انا ولا هختار كده ولا هختار كده. طب هتعمل ايه؟ تعالوا نشوف. هنمسك ده ونقول له طبعا ده واخد كام؟ واحد، وده واخد 2. ممكن بقى نقول له كده ونقول له شيفت، تعالوا نشيل كده ونقول له شيفت ونعلم كده، او نقف الفرونت ونعلم على الفيسز دي كلها اللي زي بعضها دي كده، ونقول له بقى خلاص ايه، شيل من عليها رقم 2 وخليها لي رقم 1، شيل رقم 2 عشان تبقى زي ما احنا عايزين كده، مسايحه مع الباترن والترابيزه من فوق ايه تبقى لوحدها كده من فوق. واحد يقول لك لا هي طلعت فوق قوي انا عايز انزلها تحت شويه، فواحد ممكن يجي يقول لك ايه، لا طب انا هعمل بقى حاجه ثانيه، انا همسك الفيس ده عشان المسافه ما تبقاش كبيره كده، لا همسك الفيس ده واعمل رينج، همسك قصدي الايدج ده يعني واعمل رينج. طبعا هو بسبب الدخله في هنا سيجمنت دخلت في بعض فهو مش قادر يقرا الرينج، فما فيش مشكله ممكن نقف احنا في الفرونت ونعلم احنا على السيجمنت كده بايدينا كده، تمام؟ وبعد كده نعمل لهم ايه؟ كونكت كده في النص.
ونقول له بقى خلاص هات لي ده، هات لي اللي شبهه، نقول له هنا موديفاي سيلكشن، سيلكشن سيميلر، ونمسح اللي في النص مش عايزينهم، احنا عايزين اللي على ايه اللي هم لوحدهم كده، ونقول له ايه خلي دولت مالهم رقم 2 برضو، يبقى ماشيين مع دولت. انا عايز بس يعني انتوا فاهمين، انا عايز بس انزل الحاجه اكتر بس مش اكتر. شايفين الشكل ده؟ بس كده انا كنت عايز اعمل كده، بدل ما كان ده طالع فوق شويه. يعني اوريكم بس كان شكله عامل ازاي عشان تبقوا فاهمين ان اللي انا عملته دلوقتي ده، دي كانت نرجعها تاني واحد عشان انتوا بس تبقوا فاهمين انا عملت ايه. بس هي في الاول كانت طالعه فوق كده، لا واحد يجي يقول لك والله لا انا عايز الديزاين يبقى نازله شويه كده، فقمت قسمت الفيس ده اللي هو ده المسافه اللي هنا بين هنا وهنا، قسمتها بالنص اللي هو السيجمنت ده. لو جينا كام سكنا الايديت بولي اهو، مسكت المسافه دي وقسمتها بالنص وخدت نصها فوق ونصها تحت، بس كده. يبقى انا كده عندي ده النص اللي فوق ده واخد ايه، واخد رقم 2 عشان يلحم مع اللي فوق، والنص اللي تحت واخد رقم 1 عشان يلحم مع الباترن، بس كده. فيطلع لي الشكل بالمنظر ده، بدل ما كانت كده فوق المسافه دي كبيره، لا انا صغرت المسافه. كل واحد بقى وايه والديزاين بتاعه، اعمل الديزاين بتاعك محدش هيقول لك اي حاجه. ها تمام، ده ديزاين. انا هنا الديزاين هنا كان مختلف بسبب ان انا اصلا فصلت الشكل ده عن الشكل اللي فوق، خليت ده لوحده ده لوحده. تمام، هنا ممكن بقى خلاص تيجي تعمل كده دلوقتي، تدي ده موديفاير ايديت بولي فوقيهم، وتمسك طبعا، بس محتاجين الاول نقفل الايديت بولي ما يبقاش مفتوح كده، نقفل الايديت بولي ونقفل التربو سموز، ونديله ممكن نخلي ده 2 3 كتير، ونديله ايديت بولي، ونمسك البوليجون كده، نمسك الجزء اللي من فوق تمام كده. ممكن تبقى انت بقى خلاص يعني انت عايز مثلا، عايزين ناخد ده كمان معانا، فممكن نعلم اكتر على الفيس ده كده تمام. يبقى ده كده انا كده هعمله ديتاتش عشان الجزء ده هياخد ماتيريال والجزء ده هياخد ماتيريال، او ممكن في طريقه تانية، في اللي هي الماتيريال سب اوبجكت ماتيريال اللي هي الماتيريال اي دي، ان انا اجي امسك الجزء ده عايز اديله ماتيريال لوحده، فاجي اعمل ايه، اديله هنا في السيت ماتيريال اي دي اديله رقم مثلا 1 واقول له انتر، وبعد كده اعمل كنترول اي عشان يسلك على انفيرس، يعمل اللي ايه سيلكت انفيرس، يعلم على بقيه الجسم، واقول له ايه اديني رقم 2 بس كده. فكده لما اجي امسك البوليجون واجي هنا اقول له انا عايز اسلك على رقم 1 واقول له سيلكت اي دي، فتلاقيه مسلك لك على اللي فوق، تقول له والله انا عايز اسلك على رقم 2، تقول له سيلكت اي دي، يسلك لك على ايه على اللي تحت. ليه؟ لان بعد كده هنعمل ماتيريال اي دي، وندي رقم 1 ده ماتيريال، وندي رقم 2 ايه ماتيريال، او تريح دماغك وتعمل ديتاتش للشكل اللي فوق عن اللي تحت، وتدي ده ماتيريال وده ماتيريال. طبعا احنا ادينا اللي فوق ماتيريال رقم 1، طبعا الجزء اللي تحت ده برضو عايزينه ممكن ياخد ماتيريال نفس الكلام لوحده، او طبعا عشان هندي ده فابريك فخلي ده ماتيريال وده ماتيريال. نيجي هنا ونديله برضو ايه رقم 1 تمام كده، بحيث انت لما تيجي تعمل ماتيريال، عشان بس الناس تبقى فاهمه، لما نيجي نعمل ماتيريال وندي من هنا بدل ماتيريال فيري، ندخل هنا على جنرال ونقول له ماتيريال سب اوبجكت ماتيريال، ونقول له كيب، ونقول له احنا عايزين بقى الشكل بتاعنا ده فيه كام ماتيريال، فيه 2 بس، هنقول له سيت نمبر ونقول له 2 ونقول له اوكي، ادي ماتيريال، وناخد الثانيه دي كوبي تمام، وندخل مثلا نغير على الاولى دي نغير لونها مثلا نخليها احمر. يبقى انا كده عندي ايه تو ماتيريال، رقم 1 اللي واخد اي دي رقم 1 لونه احمر، هياخد الماتيريال اللي لونه احمر، واللي واخد اي دي رقم 2 هياخد الايه اللون الثاني. فلما نيجي نعلم على الشكل ده ونقول له ادي له بقى الماتيريال دي، وندوس اف 4، فزي ما انتم شايفين كده اللي خد رقم 1 خد الماتيريال رقم 1، واللي خد 2 خد الماتيريال الايه رقم 2. يبقى انت كده فصلت بالماتيريال، بدل ما تقعد تعمل الشكل بتاعك ديتاتش والكلام ده، لو انت ما بتحبش تفصل الشكل بتاعك الطريقه اللي تريحك اعمل. طيب بعد كده خلاص بقى الموضوع سهل، انت بعد كده بقى خلاص الترابيزه دي خلصت، هنيجي هنا ممكن احنا عايزين نعمل اللي هو الجزء الاضاءه اللي في النص اللي هي دي،
انت ممكن تجيب سلندر عادي. تعالوا نجيب السلندر دي، جيب سلندر اهي، ترسم سلندر عادي وتحطها هنا كده في النص، تمام كده، تجيبها كده بالسناب في النص وترفعها لفوق كده بس كده، وتريح دماغك. قال يعني دي بعد كده هتبقى اضاءة ليد يعني في الترابيزة. طب وبعد كده عايزين نعمل لوح الازاز، هنيجي هنا كده وتقوم عامل عادي سلندر، تيجي تقوم راسم سلندر كده، تمام، وتظبطها بقى طبعا ممكن بالالاين للترابيزة سنتر تو سنتر، تمام، وترفعها كده لفوق، تقف في الفرونت في الاف، ترفعها كده لفوق فوق الاضاءة الليد. طبعا هتنزل الكلام ده شوية كده، هتنزل لوح الازاز على الترابيزة بالظبط، طبعا الاضاءة هتبقى طالعة من الازاز. بعد كده هتقوم جاي هنا طبعا نشيل السيجمنت دي كلها العشرين دي، وممكن هنا تزود السايدز براحتك، تخليها مثلا مثلا نخليها 50 ايا كان يعني عشان تبقى دائريه. ممكن تريح دماغك وترسم من الاول سيركل وتعمل لها اكسترود يعني ايا كان اللي يريحك يعني. بعد كده ندي لها ايديت بولي، ونيجي بقى هنا ندوس اوكي، قصدي حرف الام، نديها ماتيريال دلوقتي كده عشان نشوفها. طيب دلوقتي احنا عايزين نلوح الازاز ده يبقى عادي من فوق كده مسطح، بس يجي هنا من على الطرف يبقى ايه سموز. فممكن نعمل ايه، ممكن نيجي هنا نمسك السيجمنت دول ده ونقول له رينج، ونمسك السيجمنت اللي زيه، تعال ناخدها كده ايزوليت، ونمسك السيجمنت اللي من تحت نفس الكلام ونقول له رينج. خدنا كده اللي من فوق اللي من تحت، تمام كده، ونقول له هنعمل بقى ايه كونكت، وناخد الكونكت ده نزيحه كده لبره، تمام كده. طبعا هو عمل اللي تحت لجوه وده لبره فمفيش مشكله خلاص. تعالوا نقف كده وناخد ايه، احنا ممكن نعمل حاجه حلوه يعني، احنا ممكن نشتغل اصلا على السلندر دي كانها بلان يعني، نمسح ده كده، نيجي كده في الفرونت ونمسح كل ده ونعمل واحد، وبعد كده ايه نبقى نعمل لها ايه شيل، نديها سمك يعني، فنعلم على السيجمنت دي وبعد كده نعمل لها ايه كونكت بالمنظر ده، ونخلي الكونكت ده لفوق، وبعد كده ايه نيجي هنا ونعمل له ايه شيل، فيعمل لها سمك، هنقول له لا السمك ده مثلا 1 سنتي او اقل كمان مثلا، السمك بقى اللي انت عايزه، فتعمل كده ايه من تحت ومن فوق بس خلاص. وبعد كده ممكن تحاول ده الايديت بولي عادي براحتك، وبعد كده بقى نعمل ده ايه تربو سموز، ونخلي بالك انا عملت كده ليه. طيب هو كده عملها كلها سموز، لا انا مش عايز كده، انا عايز تبقى مسطحه عادي من فوق ما تبقاش سموز، والاطراف بس تبقى هي اللي سموز يعني. انا هو دلوقتي عمل ايه، عمل الفيس اللي من الجنب ده سموز مع الشكل ده كله، لا انا مش عايز كده، حتى بص السيجمنت عامل ازاي، لا مش عايز كده، انا عايز ايه، تعالوا نلغي التربو سموز نقفله، انا عايز الفيس ده يبقى بس سموز مع ده، عارف كانك مسكت السيجمنت ده وعملت له فيلت، ده اللي انا عايز اعمله، انا عايز بس ده يبقى سموز مع ده ويبقى سموز مع اللي تحت زيه، لكن مش عايز الفيس ده يبقى معاهم سموز، انا عايزه يبقى مسطح عادي. فتعملها ازاي، نفس الكلام، هنيجي هنا ونقول له ايه فعلي السموزنج جروب، ونيجي في الايديت بولي، رجع لينير اهو، هنيجي بقى في الايديت بولي ونيجي هنا من فوق كده ونعلم عليهم كلهم كده، وبعد كده ندوس اف 3 ونمسك سيلكت ونلغي اللي في النص ده كله كده، يبقى انا كده علمت على ايه، على اللي في الجنب واللي من فوق ده، واقول له دولت بقى خليهم لي ايه، طبعا خليهم لي رقم 1، طبعا هم كده واخدين رقم 2، شيل رقم 2 من عليهم، يبقى انا كده ضمنت اللي هم رقم 1. وبعد كده هندوس كنترول، انا كده اتاكدت اللي انا مسلك عليه واخد ايه، ان هم كده واخدين ايه رقم ايه 1. نعمل بقى كنترول اي يعلم على الانفرس، ونقول له ادهم لي نشيل من عليهم رقم 1 ونقول له رقم 2 بس كده. تعالوا نتاكد تاني ان كل حاجه مظبوطه، دولت واخدين رقم 2 تمام، او ممكن ما ندهمش رقم خالص مش فارقه. هو طبعا عمل السيجمنت دي عشان ده سموز مع ده، فعشان كده عمل السيجمنت، السيجمنت دي اصلا المفروض نشيلها يعني مش محتاجينها في حاجه. ممكن خلاص نديهم رقم 2 ونخلي ده رقم 1 بس، فتلاقي ده سموز مع ده لكن ده لا لوحده بس كده، او لو خليك كل سموز مع بعضه براحتك يعني، انا بفهمك الفكره بس عشان ايه بس. بعد كده ممكن بقى ندي ده
تلاتة كده او اتنين عشان برضو السيجمنت ما تبقاش كتير. بس ده كل لوح الازاز ببساطة. ممكن كان ليه طريقة تانية برضو اسهل، ان انت تيجي هنا تعمل سيركل كده على قد الترابيزة، ومتنساش اللي انت تعمل من الانتربوليشن ادابتيف عشان تبقى خاطر كيرف ما تبقاش مكسرة، وبعد كده تروح تديها اكسترود تمام، وبعد كده نديله ماتيريال. دي طريقة اسهل. وبعد كده نديله ايديت بولي، نمسك الفيس اللي من فوق ونمسك الفيس اللي من تحت ونقول له اعمل لي ليهم ايه انسرت بقيمة كده صغيرة عشان يجيب لك السيجمنت اللي انت عايزه بس كده. وبعد كده تعمل بقى ايه، نمسك كنترول اي يمسك الجزء اللي من بره ده، وهنديله سموزنج جروب. تعالوا طبعا ندي تربو سموز الاول، شايف التربو سموز عمل ايه، نديله اتريشن 2 ونقول له سموزنج جروب. وبعد كده نرجع للايديت بولي خلاص، ونمسك الفيسز خلاص زي ما اتعودنا، نمسك اللي من بره دولت ونديهم مثلا رقم 1 ونشيل من عليهم رقم 2، ونعمل كنترول اي ونقول له ده مثلا رقم 2 مثلا بس كده. ده واخد رقم كام، ممكن نشيل من عليهم ال استنوا فين التانية. تمام تمام كده. دي الطريقة التانية، يعني ان انت خلاص بقى بتخلي الطرف ده سموز مع بعضه، طرف بس السموز وباقي ده كله ايه سموز مع بعض تمام. ممكن تفصله من دي من الـ يعني انت لو مش عايز الجزء ده يبقى سموز يبقى فيه سيجمنت كده، ممكن تفصله من الـ من الايديت بولي اصلا. يعني انت ممكن تيجي هنا كده تمسك ده وتمسك ده وتقول له عشان توفر السيجمنت، يعني تقول له ديتاتش فين الايديت جيومتري، فين الايديت جيومتري اهي، نقول له ديتاتش تمام كده بس، عشان لما تفعل السيجمنت تلاقي السيجمنت ايه عندك في الاطراف بس، ده اللي كده اللي سموز مع بعضه، لكن دي لا ما فيهاش سموز. ممكن بقى بعد كده تحول لده ايديت بولي وتعمل الجزء اللي في النص ايه اتاتش، فين هنا اتاتش مع كده بس كده. ونمسك بقى طبعا عشان النقط تتلحم كنترول ايه ونقول له ويلد بس كده. يعني كل اللي انا عملته ده بس عشان خاطر ايه ممكن اوفر سيجمنت، يعني ما يبقاش ده كمان. انا هنا لما عملت ويلد النقط دي كانت قريبه من بعض قوي، يعني خلاص مش محتاج تعمل ويلد تمام كده. بس يعني ده بس الطريقه دي بس عشان ايه اللي انا فصلت عشان خاطر ايه توفر السيجمنت اللي اتعملت هنا. ده كله بلان، يعني عباره عن بلان، فمش محتاج فيه السيجمنت في حاجه في اي تشكيل فاهمني، ده مجرد لوح ازاز وبعد كده تدي له ماتيريال ازاز بس. وبكده نكون خلصنا محاضرة الموديل التاني او التصميم التاني اللي هو التيبل، وبعد كده هندخل على الكرسي في التصميم التالت تمام. هندخل على الكرسي التالت وبعد كده نبقى نشرح، بعد كده خلصنا الموديل ونشرح بقى بعد كده الماتيريال والاضاءة مع بعض على التلاتة. احنا بنعمل كل تصميم على فيديو منفصل عشان انا عايز الناس كل تصميم يخلص تتفرج عليه تروح على طول ايه تطبق عليه، ما تستناش لما تتفرج على كله، يعني كل تصميم تخلصه تتفرج عليه تطبق عليه على طول، وتنزل ان شاء الله بعد كده التصميمات بتاعتكم والتطبيقات على الجروب ونناقشها مع بعض ان شاء الله. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.